فيعني مثلا انا بغير هذه، مو عاجبتني الصورة هذه، فابغيرها، اروح هني عند الصور هذولا، هذه العلامة، فاغير مثلا احط هذه العلامة، ولا احط علامة الساعة اللي انا ابي. اذا انا مثلا، طبعا هالخريطة بالانجليزي، الانجليزي هم مسوينها بالانجليزي، لان يعني هو يعني هو برنامج انجليزي مو برنامج عربي، علشان يطلع لي والله انه يعني نموذج جاهز باللغة العربية، كل النماذج الموجودة الجاهزة باللغة الانجليزية، فاقدر مثلا ان انا امسح النص هذا. والله مثلا حاليا انا بتكلم، هو جاهز، هي الخريطة هذه كلها جاهزة، بس انا اقدر اني انا اغير بالنصوص، واقدر اغير بالصور، واقدر اسوي وايد اشياء بهالبرنامج وبطريقة جدا سهلة ومبسطة. فالحين مثلا انا امسح هذه، والله مثلا بتكلم اليوم عن الحيوانات، وانتوا بكرامة الحيوانات، نقول الحيوانات المائية، نسوي انتر. الحيوانات المائية طبعا يتفرع من الحيوانات المائية عدة افرع، مثلا نقول والله مثلا هني نقول من الحيوانات المائية يتفرع منها منه، اضغط عليه نقول والله مثلا الحيوانات المائية السمكة، يتفرع منها السمكة. حلو، السمكة. فطبعا شو اسمه البروبلم بالعربي يعني مشاكل تعتبر، فنقول مثلا مشاكل او مشكلات الحيوانات المائية، حلو. وهني اكشن بوينت، مثلا نقول نسمي هذا مثلا ردود فعلهم، ردود فعلهم عند مواجهة الخطر، الخطر الايدل. مثلا هني مثلا نحط انواعهم، نقول يعني مثلا انواعهم او اسماءهم، انواعهم شلون هم حيوانات مائية، فنقول مثلا اسماءهم يعني على حسب الخريطة الذهنية اللي انت بتسويها يعني، فنقول اسماءهم. فطبعا هني السمكة وعندنا حيوانات المائية، فطبعا انا الحين ما ابي كذي، ما ابي، انا ابي حيوانات مائية، ابي صورة عن الحيوانات المائية. فنقول add image، فاقدر ان انا اسوي upload a new image، يعني عندي بالكمبيوتر نفسه، باللابتوب نفسه تكون عندي صورة، يوسويب ايمج يعني عن طريق يعني جوجل، بدل ما انت او انت تنزل الصورة وتحفظها، فهو الويب ايمج من كلمة الحيوانات المائية يطلع لك عدة صور وانت تختارهم بشكل سهل، يعني draw image صورة من اسمهم، يعني draw image صورة انا ارسمها، بروس ايمج هذا library، طبعا هذه بعد تكون من شو اسمه الاستوديو. فانا الحين ابي سويب ايمج، يطلع لي هالخيار. طبعا مساحه كان يشتغل معي الخيار هذا لان انا كنت في البدايه، لا الحين اشتغل يعني زين. فمثلا الحين انا ابي مثلا اكتب عن الحيوانات المائيه، الحيوانات الحيوانات المائية، أبي النت هو اللي يبحث، فأسوي سيرج، لحظة أسوي سيرج. حلو، سويت انتر، لا ما صار معاي لأن الحين الخيار هذا مو متوفر عندي. يطلع لي شنو الاختيار، يطلع لي to continue searching in Google، يعني عشان أنا أكمل البحث في جوجل، go personal روح بشيء خاص، compare plane إنزين، going personal also give you limited search، يعني أشتري البرنامج، أشتري. فإذا بشتري، إذا بتشترون البرنامج تطقون go personal عشان تفتح لكم كل الخيارات المتوفرة في البرنامج. هذا pay every 6 months، هذا pay يعني yearly كل سنة،
ويعطيكم 2 month free يعني عرض عندهم $59 هذا $36. ف عندهم بالكريدت كارد والباي بول هذول الشيئين يعني موجودين. فللأسف إن ما عندهم خدمة الكينت فوايد قلة من القلائل اللي عندهم إن الكريدت كارد أو بطاقة الباي بول. فيعني إذا بتشترونه تقدرون تشترونه عن طريق تسوون لكم يعني عن طريق محل ولا شيء يعني. ف فبس هذا باختصار ان انت وشلون تدشون على البيرسونال. فانا الحين يعني ما ابي اشتري فادش على اسوي هذا الخيار باك فما يقدر يتبطل لي خيار ان صوره من الانترنت. فشنو اسوي انا في هذه الحاله اذا ما بطل لكم الخيار هذا؟ انا مو دائما يتبطل على حسب انت وحظك. تسوي باك او مثلا ندش على مره ثانيه بس نسوي نيو تاب ندش على جوجل مرة ثانية. طبعا احنا ما عندنا غير جوجل يعني ندش على جوجل هو اللي فيه كل شيء طبعا. انزين دخلنا على جوجل ادش دايركتلي على الصور عشان ما يطلعوا لي الكلام بس انا بالصور تطلع لي. اكتب والله مثلا عن الحيوانات طبعا راح يطلع اختيارات تحت لو تلاحظون المقارضة ولا هذا احنا ما نبي مقارضة انا بمائية. اوكي طق انتر فطلع لنا ايش كثر صور عن الحيوانات المائيه. فانا والله مثلا ابي هالصوره سيف ايمج اس اضغط الخيار هذا ابي احفظها مثلا بالديسكتوب. حلو حفظتها بالديسكتوب سويت سيف سوي باك. ما اسكر الصفحه هذه يمكن احتاجها في عده صور فانا ما راح اسكرها بس ان ارد حق مشروعي. طبعا اضغط على هذه الصوره احددها بس على اساس ان عشان ان الصوره تطلع بهالمربع. فادش هني ايمج اختيار ايمج اد ايمج مثل ما قلنا بروس ايمج لايبراري فاحنا حددنا شنو دش ماي ايمج لا سوري مو هذا الاختيار لا مو هذا الاختيار هذا الاختيارات اي هذا الاد ايمج اي اي انا ما يعني وضحت اكثر شنو البرو ايمج شو اسمه لايبراري. هذا اللايبراري مكتبه البرنامج في 50 صوره تقريبا 50 صوره انا اقدر اني انا اختار من هالصور. فانا ما ابي يعني ان مكتبه البرنامج بس ماي ايمج انا ما عندي الا صوره هذه القلب حب. هذه الماي ايمج إنه مو صورة مثلا أخذها عادية من الإنترنت لا هذه تكون على هيئة صور مصغرة. فالصور المصغرة تطلع هني فأنا باللابتوب مالي ما عندي لها صورة مصغرة اللي هو قلب الحب. مثلا خلنا نضغط يوس سليتد إيمج ضغطنا عليها فهو إن البرنامج على حسب الإنترنت اللي عندك كاشتغل. فأقدر إني أنا أكبر الصورة هكذا أقدر إني أصغرها كذي من هالسهم هذا اللي مساع طلع فيه هني خيار save image edit image remove. أنا طبعا ما أبي الصورة هذه أبي عن الحيوانات المائية مثل ما قلنا add image الاختيار الأول upload new image upload. حلو upload new image سنتنا شوي بطيء قاعدين ننتظر الصورة لحد الحين على ما تتحمل.